ننتقل الآن لمحاضرة الدكتور فادي الأحمر الذي جمع في أبحاثه ما بين الجيوبوليتيك والفلسفة السياسية، حائز على دكتوراه في جيوبوليتيك من جامعة باري 8 وعلى دبلوم في اللاهوت ودبلوم في الفلسفة من جامعة الروح القدس كاسليك، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية. تتركز أبحاثه على جيوبوليتيك الشرق الأوسط بخاصة لبنان وسوريا. تحمل مداخلته العنوان التالي: بناء دولة القانون في لبنان والصراعات الحزبية لتنشيط امتيازات الجماعة مرحلة ما بعد الطائف. Construction d'un état du droit libanais ou conflit partisan pour promouvoir les prérogatives de la communauté période de l'après-Taif. Docteur Ahmar, تفضل. شكرا دكتور ماريات. طالما كل شيء متبدل في هذه الحياة، حتى عنوان المحاضرة تبدل، عنوان المداخلة تبعي، وأصبح لبنان بعد الطائف من المتاريس العسكرية إلى متاريس الطوائف. يعني أنا بلشنا مع أستاذ جورج، عيشنا بحلم فؤاد الشهاب، حلم الدولة، الدولة القوية، وهلا رجع بالآخر ما بيقدر ما يرجع على اليوم، رجع نقشطنا هيك، عملنا شوت ليبر على واقع اليوم، الدولة المهترئة بس هذا هو الواقع، يعني الدولة المهترئة. أنا بتأسف إنه حكفي من مطرح ما انتهى أستاذ جورج بهالواقع كمان، لأنه واقع للأسف واقع سيء، واقع مرير في الدولة اللبنانية وفي المجتمع اللبناني. يعني نحن من دولة فؤاد الشهاب القوية إلى 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 دولة ضعيفة، من دولة مثل ما ذكر أستاذ جورج إنه دولة هي القوية والأحزاب الضعيفة، اليوم المعادلة مقلوبة رأسا على عقب، يعني لا شك، ومن دولة هي تسيطر وتسير الطوائف إلى طوائف هي تختزل الدولة أو تحاول اختزالها، يعني إذا بنستعمل تعبير ملطف. أول شيء بالنسبة فإذا أنا راح ركز بمداخلتي على موضوع الحالة الطائفية اليوم اللي هي كتير متجذرة في لبنان وأصبحت حالة مرضية، وإذا استمرت بهالشكل الوضع في لبنان سيء جدا، وممكن أنا ما بعرف ممكن رأي على انفجار يعني آخر لبنان. أول شيء خليني أقول إنه أرجع أذكر إنه الحالة الطائفية بلبنان كانت دائما في الدساتير هي حالة مؤقتة، يعني دستور 1926 بيقول مادة 95 بتقول بصورة مؤقتة وعملا بالمادة الأولى من ساق الانتداب والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة إلى ما هنا إلى آخره، علما بأنه دستور 1926 يعني ما بيذكر التقسيم الطائفي والرئاسات، ولكن كانت بالعرف. بيرجع دستور 1990 يعني وثيقة الوفاق الوطني أو دستور الطائف بيقول كمان بيعتبر إنه الطائفية هي مرحلة انتقالية، يعني منا مرحلة ثابتة. كمان المادة 95 بيقول على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية وإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات فكرية سياسية وفكرية واجتماعية. وبالتالي وفي المرحلة بتكفل المادة وفي المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة والوظائف في الفئة الأولى. فإذا الطائفية في لبنان على خلاف ما بنعتقد أنه هي حالة ثابتة، ولكن هي مرحلة انتقالية، ولكن بعد أكثر من ربع قرن، بعد 100 عام على لبنان الكبير، بعد أكثر من ربع قرن على نهاية الحرب وعلى دستور الطائف، للأسف نحن نعيش حالة طائفية غير مسبوقة في لبنان، واحتقان طائفي خطر، واحتقان هون ما بقيته بس احتقان طائفي بين مسلمين ومسيحيين مثل ما كان خلال الحرب أو ما قبل الحرب، اليوم أصبح احتقان مذهبي حتى بين المسلمين أنفسهم، يعني أعني بذلك بين الشيعة والسنة. لماذا وكيف تظهرت هذه الحالة الطائفية بعد الحرب؟ ما هي مسؤولية اللبنانيين في الوصول إلى هذه الحال؟ ما هي مسؤولية اللاعبين الأقليميين والدوليين؟ وهل من إمكانية للخروج منها في الأفق المنظور؟ طبيعي نطرح هذا السؤال الأخير لأنه عنوان المؤتمر تبعنا هو الهواجس
ولكن أفاق. شو أفاق الخروج من هذا الواقع؟ أول شيء لمحة تاريخية عن الطائفية السياسية بالإذن من أساتذة التاريخ الموجودين هون، بس تذكير أن الحالة الطائفية منا جديدة، منا ما بلشت مع لبنان الكبير، هي ما قبل لبنان الكبير. الحالة الطائفية المجتمعية في المجتمع اللبناني قديمة. نعرف نحن المجتمع الشرقي هو مجتمع متدين، والمنطقة هون هي مهد الأديان السماوية ثلاثة، بالتالي كان في حالة طائفية مجتمعية في جبل لبنان قديمة، خاصة وأنه كانت الأديان، يعني كان في اضطهادات للمسيحيين من قبل الإسلام المسلمين، وأجت فترة كمان المرحلة الصليبية كمان زعجت، يعني إذا بدنا نقول ساهمت باحتقان أو بتطوير الحالة الطائفية المجتمعية لدى المسلمين بكافة طوائفهم ومذاهبهم. بالتالي بس تحديدا الطائفية السياسية برزت من خلال بمرحلة المير بشير الثاني بين المسيحيين والدروز، يعني صار يستعين بالمسيحيين ضد الدروز، وكمان المصري يعني إبراهيم باشا بحملته على لبنان كمان ساهمت سياسته بخلق الطائفية السياسية بجبل لبنان بين المسيحيين والدروز. لا شك أنه القناصل ذكر اليوم دكتور حكاية، يمكن ذكر أنه القناصل الأجانب كمان وسياسات الامبراطوريات في السلطنة العثمانية ساهمت في خلق هذه في تعميق الطائفية المجتمعية وفي خلق الطائفية السياسية بواسطة من خلال سياسة الحمايات للطوائف. كمان دور الإرساليات الأجنبية لا شك أنه ساهمت بتعزيز النعرات الطائفية هون، مش بس بين مسلمين ومسيحيين، بين المسيحيين أنفسهم، يعني أنه نعرف أنه كيف في بروتستانت وكاثوليك وكيف في منافسة بيناتهم، وتجسدت عنا ببيروت بالجامعة الأمريكية اللي كانت المدرسة، يمكن اسمها المدرسة الأمريكية الكلية السورية ولا بداية، وبعدين صار الجامعة، وبعد 4 سنين أو 5 سنين إجوا اليسوعيين الفرنسيين، يعني إجوا وأسسوا الجامعة اليسوعية. فالمنافسة، فبالتالي كان إلى دور هالإرساليات في تغذية النعرات الطائفية. لا شك أن السلطنة العثمانية اللي هي حاكمة كمان كان إلى دور، خاصة بسياستها من بعض التنظيمات وشعورها بخسارة بالضعف، ومع السلطان عبد الحميد بالتاني، بالتالي ركزت على الهوية الإسلامية، بتقول الدينية الإسلامية للسلطنة العثمانية، كان لها السياسة هيدا كمان مساهمة كبيرة بتطوير الطائفية السياسية في المجتمعية والسياسية في لبنان. أكيد أولى تجلياتها كانت بنظام القائم مقاميتين في بين دروز ومسيحية، قائم مقامية درزية وأخرى مارونية، والتاني التجليات تبعها كان في نظام المتصرفية لمجلس منتخب على أساس طائفة ماروني وسنة ودرز إلى مونالي. هلأ بدولة لبنان الكبير تعمقت الطائفية السياسية لعدة أسباب، رح أذكر يعني أبرزها، أنا رح أذكر أكيد عم بمرق سريعا على هالمرحلة هيدي. المسيحيين اللي هن يعني شعروا أنه لبنان تأسس كرمالهم، هل لبنان هيدا الكبير هن أب هذه الدولة، وحاول ما بدي أقول حاول يختصروها، ولكن هن كانوا الحكام تبع عمليا، ولكن شعروا بالخوف من بعد ما تأسس لبنان الكبير بسبب خسارة الغالبية الديموغرافية. كانوا هن بجبل لبنان يمكن 70% تقريبا، بإحصاء 32 الموارنة أصبحوا حول يعني أكثر شوي من الغالبية، إلو الغالبية المطلقة 51.2%. كمان كان عندهم شعور بالتفوق المسيحيين، وهيدا يعني لحد اليوم بعده منلاحظه بالمجتمع المسيحي الماروني خاصة، وهذا ناتج عن الحالة الاجتماعية اللي كانت، يعني هن كانوا يدرسوا كانوا يتعلموا وكانوا ناجحين بالأعمال، كمان بسبب البريفيلاج يعني اللي يعطوني بالمتصرفية والدعم الفرنسي لإلهم. بالمقابل كان عندنا شعور، وكمان في حالة تانية عملوها الموارنة، وهني كان خطأ ما وقفوا عدم الوقوف على عند هواجس الطوائف الإسلامية منذ بداية لبنان الكبير، وخاصة يعني في مرحلة الانتداب وحتى من بعد الاستقلال 1943. بالمقابل عند المسلمين كمان كان في بعض الملاحظات بالنسبة لتغذية الطائفية السياسية أو الشعور بها الطائفية السياسية، هو الشعور بالأقلية بعد، لأنه المسلمين، وذكر دكتور حكيم اليوم أنه المسلمين السنة كانوا هن الغالبية، هن كانوا أصحاب الأرض دار الإسلام لإلهم، وقت بالدول اللي نشأت بسوريا بلبنان بالعراق أصبحوا أقليات،
فأصبحوا أقليات. هذا الشعور لا شك أنه ساهم بتغذية الطائفية السياسية. مسألة تانية كمان ارتكبوها هون خطيئة ارتكبوها المسلمين، أنه ببداية لبنان الكبير استقالوا من الدولة، لأنه شافوا كان في عنده رفض لدولة لبنان الكبير بالبداية ورفضوا الانخراط في هذه الدولة. بعدين رجعوا وعيوا أنه خسروا بالوظائف، خسروا بالحياة السياسية، ولكن بعدين حاولوا رجعوا لحقوا حالهم. الحرب اللبنانية سريعا على الحرب اللبنانية، بالحرب اللبنانية أكيد حيلة طائفية كانت كتير كبيرة. هلا ذكر الدكتور فريد الخازن اليوم أنه عشية الحرب ما كان في حيلة طائفية كبيرة بلبنان. أنا يعني ما مش هأستغيبه، بس مضطر أقول أنه لا، كان في حالة طائفية. يمكن مجتمعيا ما كانت الحالة الطائفية كتير حادة، ولكن على مستوى السياسي بلا، كان في طائفية سياسية قوية. يعني كان في انقسامات، كان السلاح الفلسطيني أبرز تجليات هذه الانقسامات بين مسلم ومسيحي حول هذا السلاح. بالتالي ولكن بالحرب لافت أنه الكل رفض هالصيغة والمثال اللي هي الصيغة الطائفية للبنان والميثاق اللي صار بين السنة بين السنة والموارنة. حتى السنة أنفسهم يعني رفضوا، اعتبروا أنه خلص طار المثال، بالتالي بدوا يسعوا لدولة يكونوا أقوى فيها. نتذكر كلنا سوا كلمة كمان بشير جميل أنه بأحدى خطاباته وقت قال أنه الصيغة ماتت ووضعنا على أبرة حجر. بالتالي كان في رفض لها الدولة. ولكن هلأ شو البديل؟ يعني شو البديل بالنسبة لإلهم؟ اليسار اللبناني كان بالنسبة له طرح بديل الديمقراطية العلمانية اللي كانت مرفوضة أكيد بالنسبة للمسلمين، ولكن بالنسبة للمسيحيين ردوا بالعلمانية الشاملة، علما بأنه كانوا بيعرفوا أنه ما صعب تتحقق. هلأ بعد اتفاق الطائف، احتقان طائفة واحتدام الصراعات المذهبية، أنا برأيي أنه بعد اتفاق الطائف في خطأ كبير صار بلبنان، ما بيتحملوا اللبنانيين نفسهم فقط عفواً، ولكن أيضاً سلطة الوصاية والمجتمع اللي رعى خاصة اتفاق الطائف، هو أنه بعد اتفاق الطائف ما صار لا مصالحة ولا مصارحة. صار في حرب 15 سنة، أكثر من 100,000 قتيل، اتدمر البلد، اتهجر الهجرة بمئات الألاف من كافة الطوائف. فكان من الضروري أنه يصير في مصالحة ومصارحة لإعادة بناء هذه الدولة، لكن للأسف أنه ما صارت. كمان كان في نهاية الحرب 1990 كان في غالب ومغلوب، المسيحيين حسوا حالهم مغلوبين، وبالواقع كان هيك، وصار التصرف السياسي على أساس غالب ومغلوب ببلد مركب بتركيبات طائفية يعني والديمقراطية توافقية، ولا يمكن لأنه غلبت فئة على فئة، ولكن وقتها صار في غلبة فئة على فئة وشعور مسيحي. كان نتذكروا كلنا سواء الإحباط عند المسيحيين اللي كان البطرك صفير يحكي فيه، وفي فترة تمت ملامته، صار في ملامة على البطرك إنه ليش بدلت تحكي بالإحباط. أنا برأيي كان في بهالمرحلة هيدي اللي عمق الطائفية، الحالة الطائفية في لبنان هي مجموعة هواجس، لأنه صار في ارتداد هيك انغلاء إذا بدكم كل طائفة على 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 نفسها. بالنسبة للمسيحيين أكيد في الدور، هاجس الدور، خسارة الدور، طائف خسرهم الصلاحيات، زعمائهم بالخارج إما بالنفة إما بالسجن، وهن كمان ساهموا بهالموضوع بخسارة الدور بخطيئة المقاطعة للانتخابات للسلطة ببدايات الجمهورية الثانية. وكان في عندهم عينهم من مشكلة التهميش في الدولة، لأنه بال يعني المسيحيين قلت من شوية إنه هني كانوا خاسرين لهالحرب، فصار لربح صار بده يستثمر هالحرب عفواً هالانتصار، وبالتالي هون بالدولة اللبنانية بالإدارات بالوظائف بالحضور وبالدور للطائفتين السنية والشيعية خاصة، والدرزية يمكن بدرجة أقل لأنه حجمها أقل من حجم الديموغرافي أقل من هاي الطائفتين. على المستوى الديموغرافي كمان في هاجس كبير كان للموارنة، الهجرة كانت كبيرة، كان في نزف ديموغرافي، المسيحيين كانوا حساسين كتير عليه. هلا هو صحيح النزف كان من كل الطوائف، ولكن المسيحيين لأنه موجودين بلبنان يعني ما عندهم عمق مثل السنة مثلا بالعالم العربي أو الشيعة يمكن بغير دول، المسيحيين هن هون، وهذا نزف كان على المستوى المسيحي ليس فقط في لبنان إنما بباقي الدول العربية. هذا هاجس كبير، النزف الديموغرافي، التغيير الديموغرافي. وعلى المستوى الداخلي اللبناني بسبب الحرب هي التهجير القسري، المسيحيين خسروا العمق الديموغرافي لهم في لبنان، وهذا كان هاجس كبير لأنه كيف يرجعوا يستردوا هذا العمق الديموغرافي. ضعف الدولة كمان كان هاجس عند المسيحيين لأنه هن ضمانتهم الدولة، سيعملوا ميليشيا، ولكن اللبناني المسيحي
قبل الحرب وبعد الحرب وخلال الحرب عنده ضمانته هي الدولة، شاف انه الدولة كتير ضعيفة، بالتالي صار في عنده هاجس على المستقبل. هون قبال اكيد قوة أوتاين، قوة رفيق الحريري المالية والسياسية وشبكة العلاقات الدولية خوفتهم للمسيحيين، رغم انه رفيق الحريري ما اجا ببداية حياته السياسية، ما برز عنده مشروع طائفي سنة، ولكن بالرغم من هيك كان فيها الشعور عند المسيحيين، واكيد قوة حزب الله فقد القوة عند الطائفة الشيعية. وكمان المسيحيين كان عندهم هاجس انه ما بقى عندهم حليف، يعني قبل كانت فرنسا هي الام الحنون تدعمهم، وهون شفنا انه بعد التسعين لا، ما بقى ايضا في قوه لا اقليميه ولا دوليه داعمه للمسيحيين، بالتالي صار خوفهم كبير على المستقبل، وصار في شوي انعزال بقوقعه طائفيه. الشيعه كمان عندهم كان هاجس من بعض الطائف هو ازاله الحرمان، بالتالي الشيعه كانوا شافوها فرصه تاريخيه انه يزيلوا هالحرمان من بعض الطائف ويطحشوا، اسمعوا لي استعمل تعبير لبناني بسيط، انه يطحشوا على الدولة، وعم نشوف نتيجها اليوم. كمان بالنسبة للشيعة اللي كانوا يعني بمرحلة بالمساك يعني بالثنائية السنية المارونية كانوا مظلومين فترة من الفترات، وخلال ممارسة من بعد قبل الاستقلال ومن بعد الاستقلال عانوا، يعني في شوية حرمان كان لاحق الطائفة وغبن كان لاحق الطائفة الشيعية، يمكن حاول فؤاد الشهاب شوي يحصل للطائفة، أو بمعنى انطلاقا من الإنماء المتوازن، ولكن لم تستكمل هذه التجربة، بالتالي اجت مرحلة بعض الطائف بده يحصلوا يعني يستعيدوا أو يعودوا ما خسروا في كل المرحلة اللاحقة، خاصة في أنه على مستوى الإقليمي في حالة تاريخية بالنسبة للشيعة هي دعم سوريا لهم. هون بالنسبة للي ما بيعرف، يعني نعرف كتير منيح أنه التحالف الأقل والعلوي الشيعي بلش بالـ73 قبل الحرب بين حافظ الأسد والإمام موسى الصدر، بالتالي كان في حالة وحدة حيل بين العلوية والشيعة قديمة، ظهرت بشكل واضح خلال الحرب اللبنانية، عندما خاصة بعد 6 شباط 1984 عندما شيعي حكم بيروت، صار هو صاحب السلطة ببيروت المدينة السنية، وتظهرت أكثر ما بعد الحرب. في عنا قوة إيران كمان هون لحظة تاريخية بالنسبة للشيعة، بالتالي بدهم يعودوا بدهم يستفيدوا منها تيحسنوا موقعهم في الدولة، بالتالي بالرغم من كان في تميز عن بعض الشيعة، ولكن هو تيار الإمام محمد مهدي شمس الدين خاصة بكتابه الوصايا اللي رفض كل هالممارسات، ولكن لم يكن له أذان صاغية في الطائفة. السنة كمان كان عندهم هاجس الحفاظ على مكتسبات الطائف، الطائف صار بالمملكة، السنة هن الرابح الأول في هالدستور، هيدا في الدستور الجديد، خاصة بما أنه السلطة التنفيذية صار بمجلس وزراء اللي بيرأسها سنة، ولكن كان عندهم هاجس كمان استعادة الدور ما بعد الحرب. ذكرت من شوي انه السنة خلال الحرب همشوا، يعني انا معلش استعنت استاذ جورج استعان بالإلوكانس تبعه بالحكي، انا استعنت كاستاذ بشويه صور هيك تجد الانتباه. صوره صائب سلام بتذكرنا هاو الزعيمات السنيه غيبوا خلال الحرب اللبنانيه، غيبوا خلال الحرب. متذكر كمان اتفاق الطائف، حطيت صور بس انا ثلاثه الماروني اللي حبايقه الدرزي وليد جملاط والشيعة نبيه بري اللي كانوا من خلاله حاولوا السوريين انه يلاقوا يعملوا حل للحرب اللبنانيه، اتفاق ثلاثي بالعام 1985، السني غايب، بالتالي السني همج خلال الحرب اللبنانيه، اضطهد من قبل النظام العلوي السوري، ما حدا يغلط، النظام السوري صحيح عنده كان سياسه سوريه وعنده طموح سوريا الكبرى، ولكن كمان كان عنده سياسه اقلويه، وهيدا عملها بالشام، عملها بسوريا كمان نفسها وطبقها بلبنان. ولا دكتور علوش ابن طرابلس بيعرف شو عملوا بطرابلس، يعني كمان السوريين. زادت من يعني كمان كان عندهم هاجس وخوف من القوة الشيعية. أنا حطيت صورة هون بوقت بسموها غزوة بيروت، يعني بسبع أيار عندما الحزب الله استعمل السلاح بالداخل، لا شك هذا هاجس كبير كان عند السنة لحد اليوم بعضهم مسكونين فيه، وعم بيبين بالسياسات، يعني عم بذكر كل هاو لأن هاو عم بيبينوا بالسياسة السنية اليوم، بسياسة الزعيمات السنية اليوم، إن كان من خلال التسوية الرئاسية أو من خلال ربط النزاع مع حزب الله. الدروز ماش لعمره على الدروز كمان كان عندهم هواجس، كمان ساهمت بهذا الاحتقان الطائفي وبهذه الحالة الطائفية الغير مسبوقة في البلد، هي الهاجس الديموغرافي اللي هو تاريخي عند الدروز، لأنه نعرف أنه ديانة مغلقة، الدروز هي ديانة مغلقة، ولكن بعد الحرب
بعد المجازر اللي صارت بالجبل أفرغ الجبل من المسيحيين. وعي وليد جنبلاط الزعيم الدرزي بمرحلة بالتسعينات، يعني حتى أنا بعرف أنه خلال الحرب، يعني بالعام تحديداً بالعام 1987 وليد جنبلاط كان عم يبعث مراسيل على المجلس الحربي على قيادة القوات اللبنانية تقولوا نحن بدنا يعني، وكأنه عم بيقول عم بيمهد لمصالحة بنوعا ما. ليش؟ لأنه كان بده الديموغرافيا المسيحية. ليش؟ لأنه عنده هاجس كان الديموغرافيا الشيعية في الجبل. أنا سمعها منه كمان بالعام 1996 كانت بأحد أديار الرهبنة اللي تابع على الكاسليك، يعني رهبنة لبنانية، بتشوف بمرمرون المعوش، إجا بتذكر بثلاثين تموز ليلة عيد تلميذ مرمرون على الدائر وقال، تعرفوا بيجي وليد جنبلاط هيك بجمعة شعبية ومن الضيعة، وقال قدام كل الناس إنه بدنا ترجعوا، الشيعة رح يأكلونا، قال بصريح العبارة يعني. فبالتالي عنده هاجس الشيعي، واليوم الدرزي عفوا الشيعي الهاجس الديموغرافي، هذا تجسد بشكل كبير خاصة كمان بأيار 2008 عندما صار الاحتكاك الحق الإشكال أو المعركة العسكرية الصغيرة بين الدروز والشيعة في 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 علي. كمان عنده هاجس الهاجس الثنائية الإقصائية، يعني ب 43 كانت الثنائية السنية مارونية، هلا عنده هاجس الهاجس الثنائية الشيعية المارونية إذا صح التعبير. كمان الدرزي بمرحلة من المراحل هيدا، اليوم خايف من الثلاثة، بس لا بعد في حتى يعني هلا حتى كلهم خايفين من الثنائيات، يعني لأنه حتى الشيعي اللي خاف من ثنائية اللي 43 اليوم عم نشوفه ببعض المحلات عم بيصير مسألة الثنائية السنية المارونية، يعني إذا بدك مكتب جبران نادر يعني هالمسائل، ولو قضايا تكتية بالمحاصصات وهيك، بس إنه عم يحكي فيها نبيه بري. بالتالي بتنم على إنه في عندهم هاجس بعد هالثنائيات. بالتالي يعني من بعض الطائف شفنا إنه في ممارسة سياسية طائفية عم بتؤدي إلى احتقان بالطائفية السياسية، والاحتكام بالطائفية السياسية كمان عم بيؤدي إلى سياسة طائفية، وبالتالي صرنا يعني صرنا بسيرك الفيرمي. هلا لبنان في حلقة مفرغة على هذا المستوى. بالممارسة السياسية أنا أقصد أذكر بعض الأمثال، يعني الترويكا مثلا كانت في ممارسة سياسية بين ثلاث رؤساء اللي هو ماروني سني وشيعي، وكانت محاصصة صحيح ولكن محاصصة على أساس طائفة، زادت من الاحتقان الطائفي وخلافات بين يعني يختلفوا ثلاثة أو يختلف واحد مع اثنين يصير في خلاف بين يعني احتقان طائفي إضافة. الأحزاب السياسية هون نقطة أساسية. بعد الحرب أكيد بالحرب كان في ميليشيات طائفية، بعد الحرب للأسف ما صار في ظهور ولا أي تيار سياسي ولا أي حزب سياسي عابر للطوائف. هلأ تيار المستقبل ببعض لازم نقولها بمرحلة من المراحل ظهر وكأنه عابر للطوائف، ولكن للأسف بعد 2005 وخاصة هلأ لا ما بقيته عابر للطوائف. وأكثر من هيك يعني الأحزاب السياسية الطائفية أصبحت عشائر، يعني صار الحزب هو قبيلة، وقبيلة بكل معنى الكلمة، إنه زعيمه هو رئيس إلى الأبد وبيورث الزعيمة كمان. بالتالي يعني صار في عنا حالة طائفية عشائرية قبلية صعب إنه نظهر منها، وهيدي تطبق على كافة الأحزاب دون استثناء. الأحزاب اللي بلشت على أساس إنه ثورية المسيحية شفناها كيف ورثت، أو للابن أو للصهر هلا أو لا أو ما بعرف يعني لمين حدا تاني، ولا للزوجة بعد. فبالتالي نقطة تانية أساسية استمرار سياسة الخوف والتخويف. لا شك قبل الحرب استعملت، يعني أنا بتذكر إنه التخويف من السلاح الفلسطيني كان في خوف منه، ولكن كان في خطاب تخويفي منه. بطرابلس كمان أنا سمعت من بعد الحرب إنه كان في خوف وتخويف من الكتائب، كانوا يقول الكتائب. فبالتالي كان في حالة لحد اليوم هذا الخطاب، هذا الخوف، شعور بالخوف والتخويف لحد اليوم مستمر، وعم نشوفه بيتظهر بشكل أساسي بالمحطات الانتخابية. يعني بيصير الأحزاب أو التيارات السياسية تفتش على خطاب لتعمل حملتها الانتخابية. للأسف إنه لحد اليوم، لحد امبارح كان بعد فيه خطاب تخويف يستعمل في الانتخابات، ولكن هذا له تبعاته على المستوى الطائفي، لأنه التخويف من مين؟ من الآخر المختلف طائفيا أو مذهبيا.
أكيد تطييف بعض الإدارات العامة، هون التمسك بالوظائف، يعني صرنا هلأ منشوف أنه في وظائف صارت تحكر على طوائف، بالتالي شو بصير؟ بصير بقى وكأنه جيتويات طائفية في الإدارات الدولة. بالتالي مسأل وين الدولة القوية؟ وين الدولة؟ حتى الوزارات، هاي الوزارة لها الطائفة، هيدا البوست بالفئة الأولى أو الفئتين هي لها الطائفة، ما بيتحرك، ما بيتنازل عنها. بالتالي صار في جيتويات كافت، ما ولا أنا بلطفها شوي. الإعلام بيعرف كتير منيح صديق جورج، الإعلام كيف هو طائفة، يعني شفت إحصى، بس أكيد ما في وقت نعرضه، شفت إحصى لنسبة المشاهدين لوسائل الإعلام، يعني بالتسعينات باستثناء الـLBC نسبة المشاهدين 90% للتلفزيون طائفة، عند أبناء الطائفة، يعني المستقبل السنة بيحضروه، المنار أكيد الشيعة بيحضروه، الأنبيان أكيد الشيعة بيحضروه، إلى ما هنالك من تلفزيونات، وما كان في إلا تلفزيون واحد يعني وقتها، مش هلا يمكن هو الـLBC، كانوا عنده مشاهدين من كافة الطوائف. وأكثر من هيك يعني شفنا إعلام يستعمل التجيش الطائفة بأكثر من محطات، يعني شفنا أنه في بعض التلفزيونات تروح على القضاء، بس نعرف يعني شو حال القضاء، خاصة هلا عم نعرف أكثر حالة القضاء. أكثر من هيك يعني صار في مجالس مالية طائفية، زعيم الطائفة من مال الدولة يكفي يعني يقوي الزبائنية السياسية عنده. ونعرف كثير منيح يعني أبرزهم هن مجلس الجنوب ومجلس المهجرين، أو صندوق الجنوب وصندوق المهجرين. حتى الجامعة الوطنية اللبنانية منا موقع لإلغاء الطائفية السياسية أو لعيش حالة غير طائفية، فروعة طائفية، فروع الجامعة اللبنانية في لبنان هي فروع طائفية. وقت اللي اجت انا ابن الفرع الثاني درست فيه وعم درس فيه هلا، ولكن بس بقولها بشكل صريح، وقت اللي اجت طرح انه إزالة الفرع الثاني لانه المناطق الموجودة فيه قريبة جغرافيا على بيروت، كان في رفض مسيحي، كان في رفض مسيحي انه في حالة طائفية. بتقول حتى بالجامعة الوطنية اليوم ما في تعايش بين ابناء الطوائف، بل اوقات كثيرة في شحن طائفة داخل الجامعة اللبنانية، وشفناها ببعض التعيينات. يعني بتذكر بطرابلس من فترة صار في تعيين لشخص من لأستاذ من غير طائفة، صار عملت قضية وطنية، إضافة إلى أنه كمان العمداء مقسمين بحسب الطوائف. أنا بقولكم بالفرع عنا، يعني من فترة كان عنا انتخابات بأحد الفروع الثانية، عرفت إنه مرشح أرثوذكسية ما عنده حظوظ تربح. ليش؟ لأنه هيدا للموارنة، لأنه مقسمين يعني ولا. هيدي هي حالة الجامعة اللبنانية. أكيد كتاب التاريخ حدث ولا حرج، أساس التاريخ يمكن حاضرين بيناتنا اشتغلوا فيه، ما قدرت وصلنا لكتاب تاريخ موحد. بالتالي الرياضة صارت طائفية، كلنا سوا بنتذكر متوشة الحكمة، الفرق المباريات الرياضية بين فريق الحكمة وفريق الرياضة، صارت الطوائف تعبر عن انتماء الطائفة، خاصة المسيحيين يعني صار متنفس لهم خلال من بعض الطائف خلال فترة الوصاية السورية، هو استغلال المباريات الرياضية للتعبير عن انتماء الطائفة. طيب خلصت، لا شك الوصاية السورية أنا ما حأمرق على دور الوصاية السورية، تم تأخر كتير إلى دور كتير كبير، أكيد الدور الإيراني كمان كتير كبير بالمنطقة، الصراع السني الشيعي بالمنطقة كتير كبير، ودعم هذه الدول الإقليمية لأبناء الطوائف تبعها أو المذاهب تبعها في لبنان كان كتير كبير، يعني بهذا الشحن الطائفي وهذا الاحتقان الطائفي، ولا يزال حتى الساعة. ولكن بدي أركز بس حديثي بعد على المستوى الداخلي. لحظة 2005، لحظة 14 أذار 2005 كانت لحظة، أنا أصد بسميها لحظة، هي لحظة وطنية، لحظة يقظة وطنية، ولكن للأسف لم تستمر حتى اليوم. بينت أنه لا منا، يعني أول انسحاب منها كان ميشيل عون، التيار الوطني الحر، الجنرال ميشيل عون، بعدين هلأ صار في تراخي بصفوف 14 أذار أدت إلى نهايتها بشكل اليوم، رغم أنه زعماتها بعدها بتقول لا بعدها موجودة بالروح، مش موجودة، لأنه كمان ما كان في فعلا بلورة مشروع وطني، بقيت حد عناوين العبور إلى الدولة وإلى مانويل كان في سياسة طائفية داخل 14 أذار، كان في شعر الطوائف المسيحيين شعروا بتهميش بمرحلة من المراحل بألف فريق 14 أذار، بالتالي لم تنجح هذه التجربة للأسف. هلأ التفاهم شباط 2006 زاد من الاحتقان، لا شك أنه
ولكن هل هو تحالف أقليات؟ يعني ما بعرف، ما قدرت حصلت على الجواب بأحد الجلسات مع الجنرال ميشيل عون، لأنه ظرف سياسي تخيل وصلوا لهذا التفاهم، ولكن لا شك أنه ساهم باحتقان الطائفة. وأكيد الممارسات السياسية باستعمال السلاح بالداخل من قبل حزب الله بال2008 كان مساهم كبير بهذا الاحتقان لحد اليوم. السنة ما بينسوا 7 أيار أكثر من هيك، لأنه بعدين الشيعة سموه اليوم المجيد. عظيم. وسط بيروت حزب الله عمل اعتصام 18 شهر إذا مش غلطان، 18 شهر وسط بيروت. ليش بوسط بيروت؟ أغلق الوسط التجاري اللي بناه سنة هو رفيق الحريري، ولحد اليوم منذ 2008 بعد 11 سنة لحد اليوم هذا الوسط التجاري مغلق. يعني ما نفكر أنه اختيار وسط بيروت عظيم، بالنهاية بده يتظاهر، بده يتظاهر بالعاصمة، لكن ليش أغلقوا الوسط التجاري وكأنه ما بده؟ وأنا بنقول لنقطة تانية، هي أنه الخلاف بهالفترة هيدي من بعض الطائف كان في خلاف كبير على الخيارات السياسية بين مشروع رفيق الحريري اللي هو إعادة بناء الدولة، إعادة إيجاد الدور الاقتصادي والمالي لبيروت، تحضير بيروت ولبنان بشكل عام إلى مرحلة ما بعد السلام، والصراع العربي الإسرائيلي يدار من خلال الطرق الدبلوماسية، خاصة أنه كان في مفاوضات سلام بلشت بمؤتمر مدريد 91. بالمقابل كان عندنا مشروع شيعي مدعوم من إيران وسوريا، مشروع استمرار بالمقاومة المسلحة، وهون كان خياران كبار عبر عنهم، بتذكر وليد جنبلاط كلنا سوا بنتذكر كلمته، بدنا نختار، بدنا هانوي أو بدنا هونغ كونغ. فبالتالي هون كان في كمان اختلاف كبير بالخيارات السياسية، لأنه ترجمت الصراع المذهبي بين الطائفتين. و أنا تذكرته، أنا برجع أشت مش تذكر إنه نعرفه كتير منيح بالتسعينات هالصراع كيف كان قوي بين 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 المشروعين، واللي استمر بال2000 وما بعد 2005 حرب 2006 إلى ما هنالك. ولكن ذكرت إنه بيروت ليش سكروها؟ وسط تجاري لبيروت سكروه لأنه هيدا مشروع رفيق الحريري، بدو يسكروه لحد اليوم بعده مغلق. بختم إذا بتريدوا إذا بتسمحوا ببعض أفكار، ربما تكون توصيات، لأنه للمؤتمر بنطلع بشوية توصيات. أكيد ضرورة إجراء مصالحة ومصارحة عميقة بين كافة مكونات المجتمع اللبناني. هلأ يمكن البعض يعتبر أنه أفلاطونية، ولكن أو هيك مثالية بالطروحات، بحاجة أوقات لمثالية تنطلع، بحاجة أوقات لمثالية أو لبعض الطروحات شوي اللي اليوم ما بتتجسد، ولكن تنظهر من هذا الواقع المرير الذي نحن فيه. لا شك أنه بناء الثقة بين الجماعات المكونة للمجتمع اللبناني، نحن نفقد الثقة بين بعضنا البعض. أنا قلت في خوف، ولكن في تخويف، بس في خوف، ما في ثقة بين المكونات المجتمع. أكيد الاستقلالية الفعلية عن المحاور والقوى الأقليمية والدولية، هون يعني الحياد أو التحييد مثل ما ذكر علينا بعبدة، لابد منه، لا يمكن للبنان. البعض هون بيقول أنه مش ممكن، صار بالحكى بالجلسة الأولى أنه لا يمكن تحييد لبنان، لا يجب تحييد لبنان. هي مسألة قديمة. فؤاد شاب يعني ولا ذكر أستاذ جورج أنه مرحلة فؤاد شاب ما قدر عمل بناء هالدولة أو حاولة بناء هالدولة لو ما مارس هالحياة يعني عن 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 صراعات المنطقة. اعتماد تربية وطنية للأجيال، لا يمكن أن نستمر بتربية للأجيال تربية طائفية بمدارس طائفية أو بجامعة لبنانية مفككة. لفتني معلش بين هلالين، لفتني كنت مشارك بندوة من أسبوعين، أحد علماء الاجتماع لفت النظر أنه الجامعة الوحيدة اللي فيها تعايش فعلي هي جامعة خاصة، هي الجامعة الأمريكية، وفعلا هيك مش الجامعة الوطنية اللي فيها تعايش فعلي بين يعني الجامعة اليسوعية اللي هي بيروت ما فيها التعايش كمان، مظبوط في عندهم فيها إلى طابع طائفي، بس في طابع مسيحي بعده فيها. التعايش الوحيد اللي صاير، التعايش الوحيد اللي صاير فعلي هو بالجامعة الأمريكية، بعتقد هيك. أنا مني ما عملت دراستي، بس عم بنقول شو قال أحد المتخصصين. ضرورة قيام أحزاب سياسية غير طائفية، كيف أي متى ما بعرف، بس ضرورة قيام أحزاب سياسية ديمقراطية عابرة للطوائف، وبشدد على كلمة ديمقراطية، مش أحزاب تحكم أو تدار من قبل الشخص، لأنه هالشخص
هالنظام الحزبي الشخصاني عم بيؤدي إلى زبائنية سياسية، ولأنه زعيم الحزب هو زعيم الطائفة عم بيؤدي إلى زبائنية داخل الطائفة، بالتالي بيصير ممنوع على ابن الطائفة يكون لبناني. عشان هيك بحاجة كمان لأحزاب مش بس عابرة للطوائف تكون فعلا ديمقراطية تتحرر المحزب والمواطن من الطائفية. وقف عند هون وبشكركم وعذرا على الإطالة كمان.